انطلاقا من مفترق الطرق الذي سينجر شمال مدينة صخيرات على الطريق السيار الدار البيضاء الرباط، ومرورا بتامسنا سلا الجديدة، يمتد مشروع الطريق السيار المداري على مسافة 41 كيلومترا كقبضة يد تربط العاصمة ربطا استراتيجيا متقدما بالمحاور الرئيسة للطرق السيارة بالمغرب. لتحقيق الربط الطرقي ضمن مشاريع التنمية المستدامة، سيكلف المشروع 2.8 مليار درهم كي ينال الأمن الطرقي ورخاء كلفة التنقل وسهولة حركة المرور على طول 41 كيلومترا مدن تمارا رباط تمسنا ثم السلة الجديدة بكل المعطيات الإيجابية التي يسعى إليها تأهيل المقاومات الاقتصادية، وذلك من خلال إدماج كل الأبعاد التنموية داخل الورش الإصلاحي الكبير الذي تحول إليه المغرب. في اتجاه الشرق يسير المشروع ليعبر الوادي وادي أكم، وذلك بعد تشييد جسر مزدوج هائل بطول 350 مترا، ويرتفع هذا الجسر المزدوج لوادي يكم على 18 عمودا 9 أعمدة لكل واحد. بعد عبور وادي يكم ينعطف الطريق السيار المداري لمدينة الرباط شمالا كي يعبر غرب المدينة الجديدة ذات الاسم الأمازيغي تامسنا، والتي تعني البسيط الخالي أو الأراضي المنبسطة. وأمام ما تحمله كلمة تامسنا من دلالات ثقافية وتاريخية قديمة، فإنها ستنعم كمدينة تمارا من معطياتها ومؤهلاتها تلك بفضل الوقع الإيجابي للطريق السيار عند بدال النقطة الكيلومترية 10.5. غير بعيد عن المدينة الحديثة وتحديدا على بعد 7 كيلومترات، سيتم إنجاز بدال ثاني على الطريق الجهوية 401. في امتداده صوب عين عودة يعبر الطريق السيار المداري لمدينة الرباط وادي عكرش بفضل جسر مزدوج يصل 411 مترا. تعزيزا للسلامة الطرقية وتوفيرا لخدمات الراحة والاستراحة، سيتضمن الطريق السيار المداري لمدينة الرباط باحتين متقابلتين للاستراحة كل واحدة في اتجاه، وذلك عند النقطة الكيلومترية 26. بالقرب من باحتي الاستراحة تلك سيتم إحداث مربد محروس للشاحنات يتضمن آليات تقنية حديثة للمراقبة، كما سيتضمن الموقع كل شروط ومرافق الاستراحة خدمة للسائقين، وهو ما يعني تلبية طلب مهني النقل في تيسير حركة مستعمل الطريق، ومن ثمة الإسهام في تحقيق السلامة الطرقية. حين يقترب الطريق السيار المداري لمدينة الرباط من سد محمد بن عبد الله الذي يعتبر أهم مصدر مائي يزود المنطقة بالمياه العذبة، يعبر وادي أبي رقرق على منشأة مائية غاية في الدقة والصلابة والتميز. فالشكل الهندسي الجميل لهذا الجسر المحمول على برجين والذي يتناغم في انسيابية مع جريان مياه الوادي، بوابة ساحقة بعلو 160 مترا عن سطح الأرض. وهاته الأوثاق الفولاذية القوية، أصابع عملاقة تشد 675 مترا من طول الجسر الذي يبلغ 900 متر فوق وادي أبي رقرق. أخذا بعين الاعتبار تطور حركة السير على المدى البعيد، يتسع هذا المشروع لطريق فولاذية المسارات في كل وجهة. قارعة الطريق هاته تعود بعد ذلك لبصارين في كل اتجاه قبل أن تتحول في شكل توسعي إلى 3 مسارات في كل جهة عندما تم مشروع الطريق السيار المداري هذا.
خلال العام 2013 تاريخ اكتمال المشروع وافتتاحه. يتوقع أن تبلغ حركة مرور وسائل النقل 33 ألف عرب يوميا بين بذال مدينة سلا الجديدة ونهاية الطريق المداري، بينما ينتظر أن تصل أعداد العربات على ما تبقى من هذا الطريق السيار المداري 13 ألف عرب يوميا. كون النقطة الكيلومترية 35 عند مدينة سلا الجديدة تعرف بكثافة حركة المرور وما يخلقه ذلك من صعوبة العبور على المحاور التي تتقاطع مع الطريق السيار المداري، فإن البدال الذي سيبنى على الموقع بدال سلا الجديدة لن يكون كغيره، بل وبطبيعته الهندسية الانسيابية سيشكل حلا يسيرا لحركة المرور هنا. مرورا بالنقطة الكيلومترية 35 يأخذ هذا الطريق السيار المداري مسار الطريق الوطنية رقم 1 ليربط بذلك شمال مجمع تكنوبوليس عبر بدار النقطة الكيلومترية 38. مشروع الطريق السيار المداري لمدينة الرباط سيعمد إلى تقليص آثاره على المساحات الغابوية والمباني السكنية، واعتبارا للاهتمام البيئي والسياسة المائية سيتم غرس 500 ألف جارة بلوط فليني حفاظا على التصنيف العالمي الذي تتميز به المنطقة في غابات الفلين، كما سيتم إحداث تجهيزات ومنشآت لحماية جودة المياه. مشروع ضخم ومتكامل حقا لتستمر المسيرة نحو آفاق واعده.